take a look at this cell. Yeah. So we have a special guest. Yeah. في الوقت اللي الجريمة والإجرام بتزيد فيه في الوطن العربي ودخل لحكومات كتيرة تبني سجون جديدة عشان تستوعب الأعداد الرهيبة من السجناء والمعتقلين، بلاد أوروبية كتير ومنهم ليتوانيا قفلوا كل سجونهم وحولوهم لمراكز شباب للإبداع والفنون والثقافة، وبنوا بدل السجون مراكز تهذيب وإصلاح وإعادة تأهيل عشان الدراسات والأرقام الرسمية أثبتت إن ده قلل معدل الجريمة بطريقة كبيرة جدا وخلى نسبة الناس اللي بتعمل جريمة تاني بعد ما يطلق سراحها قليلة جدا. مثال عظيم للموضوع ده هو سجن لوكيشكو المرعب في ليتوانيا اللي كان أي حد بيسمع اسمه بيجيله رعب وقشعرينة، وللحكومة الليتوانية قفلته للأبد في 2019 وخليته مركز شباب تنفيذاً لقوانين حقوق الإنسان في أوروبا. مش بس كده، ده أول ما تدخل من بوابة السجن هتلاقي الشباب عاملين تمثالين عريانين لآخر مديرين للسجن لأنهم كانوا مشهورين ببطشهم وتعذيبهم للسجناء عريانين. تعالوا نشوف قصة سجن لوكيشكو عاملة ازاي. اهلا بيكم كلكم في فيديو جديد، ومرحبا بيكم في فيلنس عاصمة ليتوانيا. النهاردة احنا جايين نصور حاجة من اغرب الحاجات اللي صورناها في الدولة دي. المبنى اللي ورانا ده سجن لوكيشكو. لوكيشكو ده كان اشرس واغرب واخطر سجن، مش بس في ليتوانيا ولكن في دول البلطيق، يمكن في اوروبا كلها. كانت سمعته سيئة جدا جدا جدا. اللي كان بيتحكم عليه ان هو هيتسجن في السجن اللي ورانا ده كان يعني خلاص عارف ان حياته دي انتهت تماما، ان هو هيتدمر مش بس معنويا، هيتدمر معنويا وجسديا وكل حاجة. دايما يقولك اللي دخله مفقود واللي طالع منه مولود. السجن اتعمل سنة 1904، ومن ساعتها لغاية سنة 2019 سجن باختلاف الحكومات، باختلاف مين اللي كان محتل ليتوانيا، باختلاف ان السوفيت كانوا هنا وطلعوا منها والحرية جت، ولكن فضل برضو سجن شديد الحراسة. تعال نتفرج على سجن لوكيشكو هنا بقى عامل ازاي في 2022. كان في انتظارنا جوه السجن مونيكا مديرة العلاقات الإعلامية. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر ده؟ شايفين ازاز المصفح اللي كان بتاع السجن عامل ازاي؟ In 115 years no one has ever escaped this prison. 115 سنة السجن ده شغال، مفيش سجين واحد هرب من السجن ده. سجن مشدد الحراسة الأخطر والأشرس في مش بس ليتوانيا، في دول البلطيق كلها، بل يمكن في بلاد كتيرة جدا في أوروبا. 115 years no prisoner officially have been out of this. شايفين ورا الحيطة دي، يعني احنا شفنا كده ورا الحيطة اللي ورانا دي سيتي سنتر بتاع وسط المدينة بتاعت فيلنس، يعني بتاعت العاصمة الليتوانية. ورا المدينة دي احنا مفيش يعني 10 متر يبقى بره، ولكن شايفين الحراسات عاملة ازاي، شايفين الاسلاك كانت عاملة ازاي، شايفين اسلاك الكهرباء عاملة ازاي. الموضوع صعب جدا 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 انك انت كنت تطلع بره. And now the prisoners went where? All gone. They are all spread across the country. Okay. So some of them. So we have like other prisons in the country. We have correction facilities. Okay. خدت بالكم من الحتة دي؟ هم ما عندهمش سجون تانية في ليتوانيا. قفلوا السجن الوحيد اللي كان في ليتوانيا. So this was the only prison in Lithuania. السجن الوحيد في ليتوانيا، ودلوقتي عندهم أماكن للتصحيح زي ما بيقولوا، يعني مراكز تصحيح، مراكز اللي هي الناس تدخل عشان تتعلم وتتحسن وما تبقاش مساجين تاني. So now the new like thing is correction facilities. So people are not prisoners. They are trying to be, you try to make them better in a way. ساعة واحدة فقط لغير للسجناء بتاعت السجن ده، لو كان الناس اللي هم المسؤولين راضيين عنك هيطلعوك في اليوم ساعة تدخل في أي أوضة من الأوض دي بتاعت التمشاية. بيقول لك إنك أنت عشان اللي عايز يشرب سجاير، اللي عايز يتمشى، اللي عايز يعمل أي حاجة دي ساعة في اليوم. لو يعني الناس راضية عنك هدخلك هنا، تعال اتفرج على المنظر. كل الأوض دي بيقول لك كل واحدة فيها يونيك، كل واحدة فيها مختلفة عن التانية برسمة. في ساعات المساجين نفسهم كانوا بيرسموا الرسومات دي، وساعات كانت ناس بتيجي طلبة ترسم لهم الرسومات دي عشان خاطر يقعدوا هنا يتخيلوا المنظر عامل ازاي. زي ما انتم شايفين في عقلة عشان خاطر اللي كان مثلا عايز يلعب رياضة، كان مثلا يجي هنا يتمرن، يطلع يلعبوا رياضة مع بعض مثلا هنا. بيقول لك ان مثلا طب ايه تاني بتعمل؟ ممكن كان تتمشى، يعني هي دي مكان مساحتك، ممكن تتمشى، تقعد تتمشى 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 وتتخيل انك انت بره السجن. شايفين غيروا السجن من سجن مشدد، اكتر سجن مشدد في دول البلطيق كلها، لمكان للارت وللكالتشر، للناس تعمل حفلات، تعمل
اغاني تغني ترقص. So you changed it from a real prison, like very tough prison, to a culture center. These are the actual cells that you can see around, right? In this prison we used to have essentially the worst prisoners of Lithuania. بيقول لك اكثر واسوأ اخطر واسوأ سجناء في ليتوانيا كانوا بيجوا هنا بيتسجنوا في البريزن ده او في السجن ده. ثلاث ادوار دول او كل الادوار ده 1 2 3 4 ادوار كانوا فقط لا غير السجون دي للناس المشتبه فيهم، الناس المشتبه فيهم اللي هم عملوا جريمه بس مستنيين يقولوا هل هيطلعوا براءه او مش هيطلعوا براءه، مستنيين المحاكمه بتاعتهم. لو ثبت ان هم مذنبين هيتحطوا في هيفضلوا في السجن ده، لو خلاص طلعوا براءه هيمشوهم من هنا. يقول لك سجن الرعب هنا في ليتوانيا. The prison was shut in 2019 in July, so yes, 3 years ago, right? Yeah. But we actually started doing all of this cultural stuff last year, back in sort of June time. Wow. So it's pretty much a year. And that's where you see all of these things cropping up, right? Like exhibitions, all the events, gigs, cinema, everything happening, obviously, tours that we have. In less than a year. So it's quite a good progress, I would say. The prison was closed in 2019. The government didn't know what to do. Some young people like Monica and the other people who took the prison here left a place for the culture. جابوا 300 فنان عايشين فيه دلوقتي، عايشين في الاوض دي، جددوها وظبطوها ورسموا لوحات وبيبدعوا، قاعدين هنا في السجن بس عشان خاطر يبدعوا ويعملوا حفلات رقص، حفلات غنى، حفلات موسيقى، حفلات رسومات، بيعملوا كل حاجه موجوده. 300 واحد يا جماعه بيقول لك في اقل من سنه حولوا السجن ده من سجن دي سمعه وحشه جدا لسجن الناس بتجي من جميع انحاء العالم السياح عشان خاطر تتفرج عليه وتتمتع بالتورز اللي جواه. Where are we standing now? So if we're talking about the conversion of the prison, this is our party area. Party area. ده مكان البارتي الرقص والصياعه. Yeah, yeah. So you can see there's this bar, right? Bar. Yeah, your signs. You can see speakers, right? Some lights and everything. So usually this is what would have a DJ deck. People standing right here, dancing, having their drinks, right? Sometimes upstairs as well. Wow. So yeah, from time to time we have a really good party. So yeah. You guys are invited. بيقول لك ان هم يا جماعه تخيلوا من السجن ومساجين وعذاب وتعذيب، دي ناس بترقص وبتهيص وهنا الدي جي وهنا البار وتهيص وتعمل عشان خاطر الحريه، الحريه حاجه مهمه جدا. قابلنا هنا في السجن نيكيتا ويونس، الناس دي عندهم هم ارتست فنانين وعندهم مكان بتاعهم الاستوديو بتاعهم بتاع الفرقه بتاعتهم اخذوه هنا في السجن. ندخل معاهم ونشوف الاستوديو بتاعهم عامل ازاي. So now you will go to see your studio inside the prison. Yes, yes, yes. Wow, it's a different kind of studio. Yeah? Yeah. From prison to artists to just be free and express their feelings and freedom. Wow. Exactly. شايفين يا جماعة من القهر والعذاب والتعذيب للحرية وان هو الواحد يبقى ارتست يبقى فنان ويعبر عن نفسه. تعالوا نشوف زنزانة 209 جوه السجن ده فيها ايه دلوقتي. شايفين الباب؟ شايفين الايزوليشن عشان كان لما التعذيب يحصل جوه والناس تصوت وبتاع كان يبقى الصوت ما بيطلعش ازاي؟ الاقفال الحقيقيه بتاعت السجن هنا زنزانه طبيعيه. تعال نشوف دلوقتي بقت ايه. واو. Normally they would come like this. فين الابداع يا جماعه؟ الابداع والله. واو واو، لما تسيبوا الشباب يبدع كده بيطلع طاقة غير طبيعية. Trying to get a drop out of the game. Trying to get a drop out of the game. Trying to get a drop out of the game.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم. تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك هاجاجوميش. تعملوا لايك وفولو لصفحتنا الرسميه على اليوتيوب هاجاجوميش. تعملوا سبسكرايب فعلوا الجرس خاطر يوصلكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتي على الانستغرام هاجاجوميش فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته تانية. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانية كتيره جدا. احمد هاجاجوميش سلام.